دلوقتي بينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ العزب طيب الطاهر، مدير تحرير الأهرام والمتخصص في الشؤون العربية. مساء الخير على حضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. ثورة 23 من يوليو نقطة تحول مش بس في الدولة المصرية لكن كمان للأمة العربية في القضاء على الاستعمار ويعني ترسيخ مبادئ الحريات. بالتأكيد الثورة المصرية والتي نحتفل بمرور 70 عاما على انبثاقها في مصر كان لها شعاعها القوي تجاه محيطها العربي والإقليمي، وبالتالي شكلت نقطة لم تكن نقطة فاصلة في تاريخ مصر فحسب، ولكن في تاريخ المنطقة العربية والوطن العربي. صحيح. الثورة المصرية انطلقت بفكرها العروبي القومي نحو شقيقاتها العربيات لتساهم أولا في تحرير الكثير من الدول العربية مثل الجزائر والعراق وليبيا وتونس وغيرها. ساهمت بالذات في تجربة الجزائر، كان لها الدور الأكثر نجاعة وفاعلية فيما يتعلق بتوفير كل الإسناد والدعم اللوجستي والخبرة والدعم الإعلامي. لاحظي صحيح أن يعني أول بيان العرب. صحيح. أول بيان للثورة الجزائرية انطلق من صوت العرب وشكست عرب، حتى كانت تستغل برامجها وبعض أغانيها كشفرات للثوار في الجزائر ولتوصيل رسائل معينة نتيجة بعد المسافة وأمور كثيرة. صحيح. ثم المساهمة في دعم ثورة اليمن. صحيح. والتي كانت أن تتعرض للانكسار، وكثيرون يحاولون أن ينتقصوا من هذا الدعم المصري لحرب للثوار في اليمن، ولكن ما رأيناه فيما بعد في حرب أكتوبر شكل بعد نظر للقيادة المصرية آنذاك متمثلة في زعيم الراحل جمال عبد الناصر وأعضاء وأعضاء مجلس قيادة الثورة ومساعديه بأن الوجود بأن المساعدة المصرية سيكون لها إسهام فيما بعد في الأمن القومي لمصر. الباب عندما باب المندب عندما خضع لسيطرة اليمن المحرر من الاستعمار ومن الاستبداد، استطاعت مصر أن ترسل قواتها وتفض حصارا على قوات الكيان الصهيوني في حرب 73. يعني هذه نقطة على الذين يرددون وهذه الأيام بالذات أن أحد نواقص أو أحد الانتقادات الموجهة لسيطرة عبد الناصر هي إرسال قوات من اليمن. بعضهم يقول انها كانت سبب في هزيمه يونيو. هزيمه يونيو كانت نتيجه مؤامره امريكيه غربيه اسرائيليه على هذا النهوض المصري والقوه المصريه البازغه عبر خطتين اقتصاديتين انتجتا حضورا في المشهد الاقتصادي بشكل قوي وتغيرا في المشهد الاجتماعي داخل مصر وبروز مصر كقوه اقليميه وقوه عربيه. فارادوا صحيح. ان استاذ عزام عايز اتوقف مع حضرتك هنا عند البعد الافريقي ايضا ويعني البعد العالمي لثوره يوليو في مساله دول عدم الانحياز، ويعني ليس هو بعد مصري فقط او عربي لكن ايضا يعني كان ليه عمق افريقي وحركات تحرر عالميه. لاحظ ان كتاب فلسفه الثور الذي اعده الزعيم الراحل او كتبه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر حدد الدوائر السياسه الخارجيه، تبدا بالدائره العربيه ثم الافريقيه ثم الاسلاميه ثم العالميه فيما بعد من ضمنها سياسه عدم الانحياز. وعندما ساهمت مصر يعني من البدايه في محيطها العربي واثبتت جدارتها كقوه محوريه وقائده للنظام الاقليمي العربي في ذلك الوقت وما زالت تمتلك مقومات هذا الدور بفاعليه، انطلقت نحو افريقيا وانطلاق مبكر. مصر كانت هي المؤسس ضمن المؤسسين لمنظمه الوحده الافريقيه التي اصبحت فيما بعد الاتحاد الافريقي، والاهم انها ساهمت ايضا في حركات التحرر الافريقيه. القاهره اصبحت مكان لمكاتب هذه الحركات، هناك خبرات مصرية تصل لهذه الحركات والتنظيمات التي تقاوم الاستعمار في كثير من الدول الإفريقية وليس المجال لذكر أنها طويلة. وأيضا لم تكتف عن ذلك، بعد استقلال هذه الدول ساهمت في إعادة ترتيب هذه الدول اقتصاديا وتنمويا عبر شركة النصر لسيارات التصدير، كانت أكثر نفوذا في هذه المنطقة في القارة الإفريقية، وما زال الأفارقة يتذكرون الأيادي البيضاء لمصر في هذه الفترة دعم شركة المقاولون العرب. طبعا جانب شركة يعني صحيح. و
كانت تساهم في 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 في, في البنى التحتية، في الاقتصاد، في صحيح. التعمير، في تقديم الخبرات للأفارقة، سواء خبرات عسكرية أو اقتصادية أو تكنولوجية، وما زال هذا الدور قائما حتى هذه اللحظة، وتفاعل في عهد القيادة، في عهد ما بعد ثورة يونيو 1913، بعد أن خمد الدور المصري في عقاب يعني في خلال فترة حكم الرئيس مبارك، كان صوت مصر إفريقيا خامدا، ولكن ثورة يوليو وضعت الأساس والمرتكز والمسارات المحددة، وما زال الأفارقة يتذكرون هذه المرحلة بكل إيجابياتها. والأهم أن كان الحضور المصري قادر على سد، عندما تركت مصر أفريقيا في حكم مبارك، استطاع الإسرائيليون أن يشغلوا بعض المساحات، وأيضا الإيرانيون والأتراك، فضلا عن القوى الغربية أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وهناك تنافس بين هذه القوى الآن في أفريقيا. ولكن مع عودة مصر التي انتهجت منهجية أيضا تعتمد على تقديم الخبرة وتقديم الدعم وفي كل المجالات للأفارقة، استطاعت أن تستعيد مساحة كبيرة من دورها، ونأمل أن تستعيد كل الدور في أفريقيا خلال المرحلة المقبلة. أستاذ العزم، من وجهة نظر حضرتك، يعني كيف أثر خطاب عبد الناصر وثورة يوليو أفريقيا؟ لا أثر يعني لماذا دعموا هذا الدور؟ هذا الدور كان مطلوبا أولا، لأن مصر في ثورة يوليو بقيادة عبد الناصر كانت تريد لمصر ألا تنكفئ على ذاتها محليا. هناك تمدد تمدد وحضور، وليس بمنطلق أستاذ العزب، أنا أقصد من الناحية الأفريقية، من وجهة النظر الأفريقية. أنا سأكلمك، يعني سأحدثك، سأشير، يعني سأواصل. وبالتالي لم يقتصر دور أيضا على المنطقة العربية، وإنما رأت أن يكون لها حضور في أفريقيا. أفريقيا معظمها كان خاضع للاستعمار، يعني قبل الستينات، استعمار بريطاني وفرنسي وبرتغالي ومتعدد الأنواع، وكان الأفارقة في حاجة إلى هذا الدعم ليقوموا بمحاربة هذا الاستعمار. لاحظ أن نيلسون مانديلا عندما كان يتذكر ما كانت تقدمه مصر عبد الناصر لحركة المقاومة الإفريقية داخل جنوب أفريقيا، وأيضا في الكونغو وفي في في معظم الدول الإفريقية التي كانت تكابد الاستعمار، قدمت كما ذكرت الدعم العسكري والدعم الخبري والخبراتي والدعم اللوجستي والدعم الاقتصادي، وبعد تحرر هذه الدول قدمت الدعم الاقتصادي وبالخبرات كما أشرت من قبل. ولكن المهم أن أفريقيا ظلت أحد الدوائر المهمة في السياسة الخارجية، لأن مصر أرادت أن يكون لها حضور إقليمي قوي إلى جانب الحضور العربي، ثم تمدد هذا الحضور دوليا عبر صيغة عدم الانحياز والحياد الإيجابي مع كل من يوغوسلافيا والهند. وشكل الزعماء الثلاثة عبد الناصر ونهرو وسوكارنو في 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 يعني في منتصف خمسينات القرن الماضي محورا مهما، أسس لمنظومة أثبتت فعاليتها في النظام الدولي، والذي كان في ذلك الوقت في حالة استقطاب بين الشرق المتمثل في الاتحاد السوفيتي السابق والغرب في أمريكا. ولكن هذه الدول استطاعت أن تنسج وتغزل مجموعة من السياسات عبر التوافق مع دول كثيرة من بينها الصين، ووصل عدد هذه الدول إلى 77 دولة فيما بعد، وأصبح لها حضور قوي لولا التغيرات التي انتهت بسقوط الاتحاد السوفيتي، وأصبحت أمريكا هي القطب الأوحد. والآن نحن نعيش حالة تحول في النظام الإقليمي باتجاه استعادة نظام المتعدد الأقطاب، ومن ثم سيكون للحراك المصري اللي شاهدناه في الأونة الأخيرة باتجاه دول عربية وباتجاه أوروبا، آخرها فرنسا ومن قبل صربيا وألمانيا وكل هذه الدول. وبالتالي هذا الحراك المصري بات يخرج من نطاق الارتباط بقوة معينة كما كان في عهد حكم مبارك، كنا مرتبطين بشكل كلي تقريبا بأمريكا. الآن أصبحت لنا استقلالية في القرار الوطني، وهذا هو تأثير ثورة حالة من الحياد الإيجابي. نعم. أستاذ العزم الطيب طاهر، مدير تحرير الأهرام، أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا.